اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده سمك بوري سنجاري، وهعمل معاه سيزر سلطه او سلطه سيزر بالجمبري. هبتدي الاول بالسمكه البوري السنجاري. المكونات: سمكه بوري مفتوحه سنجاري، طماطم، بطاطس مسلوقه، كرفس، شطه، كمون، ليمون، ثوم وبصل. عشان اسهل على حضراتكم لما تيجوا تشتروا السمكه، لو ناويين تعملوها سنجاري اطلبوا من السماك ان هو يقطعها لكم سنجاري. لو مش عارفين تقطعوها سنجاري الموضوع بسيط قوي، افتحوها من البطن، يعني ممكن تتفتح كده وبالمقص نقطع حته الراس وتتفتح. الموضوع سهل قوي، مش محتاجه ان احنا سنجاري ده طريقه تقطيع، مش لازم يعني تبقى مفتوحه من الظهر. يفضل طبعا لو السماك يعملها لحضراتكم. هعمل الخلطه الاول كده هنا عشان اميكس كل حاجه مع بعض، الثوم والكمون والشطه والكرفس والليمون. معلقه من الملح صغيره، فلفل اسود حسب ما تحبوا، احنا حاطين شطه، وهاخد زيت نباتي 3 او 4 معالق، هقلبهم كويس. وطبعا ما دام هيبقى فرن يبقى نشغل الفرن قبل ما نبتدي شغل، قبل ما نبتدي طبخ، علشان تدخل الحاجه تستوي على طول. قلب كويس كده. فكر حضراتكم دايما تبقى البطاطس يا مسلوقه على الاخر يا نص سلقه، علشان السمك بالذات لما مفتوح كده كمان ما بيلحقش خالص وقت في السوى، يعني بيستوي بسرعه. فدايما نبقى ايه مسلقين البطاطس عشان تدخل تستوي، تطلع في نفس الوقت يبقى كله مستوي مع بعضه. هنخلي شوية البصل الصغيرين دول هنا، احط شوية من البطاطس وشوية من البصل تحت علشان السمكة ما تلزقش، وعلشان طبعا الصوص ينزل فيها ويبقى مظبوط. خلي كام واحدة من الصغيرين. شوية من الطماطم. هاخد السمكة احطها فوقيهم، هزود عليها شوية الطماطم اللي فاضلين. خلي بال حضراتكم من ترتيب الحاجة وهي بتتحط، علشان ابقى مطمن ان التتبيلة هتبقى على البطاطس وعلى الطماطم وعلى كل حاجة. كان ممكن احط التتبيلة الاول، بس لا، خلينا دايما في الاخر، او لو عندنا الامكانية ان احنا نميكس كل حاجة مع بعض مرة واحدة وبعدين نرصها، بس هتبقى ايه يعني هنوسخ ايدينا شوية. قلب تاني كويس. حط الاول هنا كده ايه في بطن السمكة، والباقي اللي هيفضل كده ولا كده هينزل على البطاطس والطماطم اللي تحت. هتقعد قد ايه بطاطس مستوية؟ يعني محتاجة من 15 ل 20 دقيقة بالكتير، ومش متغطية والنار تبقى من تحت. يعني تطلع في الاخر شويه من البقدونس بالشكل ده. يبقى اول طبق سمك بوري سنجاري بالبطاطس. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سيزر سلد بالجمبري. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت السنجاري بوري بالبطاطس. هعمل دلوقتي السيزر سلد او سلد سيزر بالجمبري. المكونات: جبنه بارميجان مبشوره، مستردة، شطة، خس، جمبري وسط متنظف، زعتر، توم، ورشستر صوص، وبيض مسلوق. هحط طاسة على النار وهحط زيت زيتون، يعني معلقة ونص معلقتين، لحد لما الطاسة ايه القاع بتاعها يتغطى. وهحط الجمبري. مش هتفرق قوي لو الطاسه سخنه او مش سخنه، كده كده انا مش بحمر، يعني بتفرق لو بنحمر حاجه علشان ما تشربش زيت. بس اللي انا عايز اعمله ان انا مش عايز انزل ميه في الطاسه علشان ما يبتديش الجمبري يتسلق، انا عايزه يبقى ايه متشوح ومستوي مظبوط. عاده عشان بيبقى لو مجمد يبقى فيه شويه ميه في البوله من تحت كده، انا مش عايزهم دول خالص، لان هو كده كده هينزل ميه منه.
المفروض الكلاسيك او الاصل بتاع السيزر سالاد بتتعمل بانشوجة، ساعات ما تبقاش متوفرة فبنستعمل ملح عادي خالص. خلي التوم ده، هاخد بس شوية صغيرين هنا، ورشستر شاير صوص او ورشستر صوص، هاخد معلقة من المستردة، معلقة كبيرة، ابتدي اقلب الجمبري واحدة واحدة كده، اتأكد ان كله اتقلب علشان كله يبقى استوى. وبعدين هحط شوية من الثوم، لو خدتوا بال حضراتكم انا استنيت على الثوم بعد ما الجمبري ابتدى يستوي، عشان لو حطيت الثوم الاول بيغمق وبيبقى طعمه مر. رشة كده من الفلفل الاسود، هظبط الملح هنا، احط شوية من الثوم، زعتر، شطة على حسب الرغبة. مش هحط ملح بقى لان الجبنة البارميجان حادقة، انا هحطها في الصوص فمش محتاج ان انا احط ملح، هحط بس زيت زيتون. اقلب طبعا، لو بتحبوا الملح زياده تقدروا تزودوا الملح مع الجبنه، بس هي الجبنه هتبقى ملحها كفايه قوي. بعمل كده علشان الثوم يوصل لكل الجمبري يبقى فيه طعمه كله مظبوط، او يعني كله بواصل له الجمبري. وهشيله من على النار وهسيبه يهدى شويه. هاخد النص الخصايه كابوتشا دي، هشيل الحته دي، بص جواها بصه سريعه، هقطعها بقى ايه، مش بالطول، هقطعها زي مربعات. هو انا بمسكها كده عشان الهواء بيطير بس الحاجه. هاخد الجمبري في النص هنا، يعني مش هقدر اقول انها سيزر سالاد كلاسيك، بس يعني نقول عليها سيزر سالاد بطريقتي علشان نبقى ايه مظبوطين. طبعا تقطعوا البيض زي ما حضراتكم عايزين، يعني انا هخليهم اتنينات جنب بعض كده، تقدروا تقطعوه اصغر من كده، بس المهم اهم حاجه تبقى السكينه حاميه كويس علشان تقطع على طول ما تفتفتش البيض. هاخد بقى الدريسنج، انا عملت كميه زياده شويه، حضراتكم ممكن لو فضل منكم شويه من الدريسنج خلوه في علبه بلاستيك، ممكن يقعد يومين ثلاثه في الثلاجه مش هيحصل له حاجه. هرش رشه من البارميجان، هناخد حته كده للتزويق، طلع بس الجمبري يبقى واضح كده. يبقى اول طبق كان سمك بوري سنجاري بالبطاطس، وتاني طبق سلطه سيزر بالجمبري. الف هنا وشفا، اشوفكم في حلقه جديده.